أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم في فقرتنا لهذا اليوم، وهي فقرة المؤلف والكتاب. وكتابنا اليوم خارج الطربوش، التنمية البشرية والقصة اجتمعت في مكان واحد، مع الأستاذ أو الدكتور أيوب الأيوب، والمهتم في التدريب والمختص والقانوني أيضا، دكتورنا مميز في عطاءاته، في برامجه، في اطروحات الثقافيه. حياك الله دكتور. الله يحييك، يا هلا فيك. حياك الله ابو خالد، حييك وحيي الفريق العمل الحلو اللي معانا. الله يبارك لي فيك، احنا سعداء بلقائك لهذا اليوم. الله يخليك. واليوم اليوم طربوش ابو خالد معك. اي والله دهنا الطربوش. الطربوش اي زين، يعني قصه خارج الطربوش. قصه جميله. لو نبدا احنا من العنوان. العنوان قلت خارج الطربوش. انا في نهايه الكتاب شفت جدول حلو. نعم. يتكلم عن الطرابيش، تاريخ الطرابيش والاعتزاز. انا يعني استمتعت بهذا وربطتها ايضا بالخمار، قضيه صحيح. الخمار صحيح. وحركه ترك الخمار الى اخره، كانك تجمع الاصاله الموجوده في الطربوش والخمار في نفس الوقت. صحيح صحيح. في نفس الوقت العنوان هو خارج الطربوش، كأنك تقول اخرج خارج الطربوش. نعم. يعني كيف توفق بين هذا وهذا؟ جميل. أول شيء حياكم الله. حياك. وأنا سعيدكم معاكم في هاللقاء. حياك الله أبو خالد. الله يخليك. هو كلمة خارج الطربوش، يعني لو رحنا شوية مثل لما يقولون التفكير خارج الصندوق. نعم. أصلها يعني. هالمرة بس بدال الصندوق الطربوش، حاولت أخذ الطربوش كرمز يعني عربي أو يعني عثماني، رمز تاريخي يعني. نعم. وأن الإنسان القصة مثل ما تمشي فيها، أن شخص يحب يلبس طرابيش ويعتز. نعم. فيها وعايش لدرجة بدون ما يشعر أصبح عايش داخل الطربوش، يعني بدأ ما يخلي. نعم. الطربوش شيء زينة، لا صار. نعم. هو اللي داخل الطربوش، جعل قضية الطربوش هي محور حياته يعني. بالضبط. فصار يعني الطربوش هو اللي يتحكم فيه. إيه؟ والأصل إحنا نتحكم بالطرابيش، أحط صح. الطربوش أشيله أبيعه. صح. أحط بداله يعني قحفية وطاقية كوفية مثلا. هو لا، بدون ما يشعر بدون ما يشعر فحول الطربوش اللي هو متغير أصلا وجعله ثابت، وصار هو المتغير. هذه خطر. أن الإنسان يصير متغير، يصير هو ويخلي ثابت هو الطربوش أو الرمزية اللي الإنسان بالأصل فيه ثابت في الحياة، على مر الأشياء الأخرى متغيرة، اللباس، لون اللباس، أنواع الأطباق، الأكل. حتى في الكويت عندنا اليوم السفرة الكويتية، في السفرة اللي هي معروفة، الأطباق اللي تبين بالذات في رمضان تطلع مرة ثانية أساسية. نعم. أساسية. وفي الأشياء الجديدة، ستيكات، بيتزا، ما أدري هاليوم والله عيالنا عندهم أكلات وأنا والله محافظها، أشياء جديدة. هذه ما فيها مشكلة في نغيرها، لكن أن تتغير الهوية الأساسية أنا أعتقد هذه المشكلة. الطربوش كذلك، ان الانسان في اي وقت يطلع الانسان من اي اطار يبدع. هذا حتى علميا، اللي يطلع من اي اطار يبدع. هو الابداع كله اصلا الاتيان بشيء غير مسبوق. هذا تعرف الابتكار والابداع. نعم. لما يطلع الانسان راح يلقى مساحات واسعه، تقول انت ليش حاكر نفسك بطربوش؟ نعم. ليش انت تصير مثل المارد اللي قاعدوه بالطربوش؟ تقول انت مارد تبي في الطربوش، المارد لازم يصير له شيء واسع. صحيح. اما النمله طربوش يمكن يمشي وياها حجمها بالنسبه حق الطربوش، يعني في شيء. الانسان ايش كبره يتغلغص داخل الطربوش. نعم. يحكر نفسه داخل. فانا اعتقد هو الرمز، الاصاله المعاصره، هذا واحد. الاصاله المعاصره معناها شلون الانسان يتقدم في الحياه ويعمر الارض ثوابته مع الاستمتاع بالتغيير. يعني احنا مطالبين عمر الارض، جامعات، علم، تكنولوجيا، أشياء جديدة، ترفيه، كلها من أحسن ما يكون، بشرط أن نتمسك بالثوابت حبل الله المتين، لكن نفس الوقت نستفيد من متغيرات العصر من أي دولة من أي مكان، ما يفرق. طبعا وعيد. دكتور أنت يعني ذكرت بعض المعاني مثل بر الوالدين والأمور الراسخة في حياتنا. وذكرت أنه ممكن تتعاطى مع بر الوالدين بطرق متعددة جداً. يعني أنا اليوم بر الوالدين عندي خدمة، ممكن تكون عطاء، ممكن تكون يعني أكثر من مجال. هذا مقصد الآن. بر الوالدين ثوابت. نعم. هاي قيمة ثابتة ما نغيرها. ثابتة. هو التغيير فيها شلون أبر الوالدين. إيه؟ يعني أعطي أمثلة، بس أمثلة سريعة. في ناس عندنا بالكويت الله يحفظهم من بيت الخيران، مطران هو. إيه؟ هذا هو أحد مع أخوه اللي قعدوه مع والدتهم في البيت، يقول ابو خالد احنا اللي قعدنا مع الوالده نصير احنا تلفزيونها. ايه سبحان الله. شنو يعني؟ يقول اول شيء لا يمكن نكلمها الا ماسكين شيء منها،
يا ماسكين ركبه يا ماسكين صبع يا ماسكين ايد يا ماسكين كتف. يعني اتصال تواصل. تواصل اثنين. نعم. اي طلب تطلبه نلبي. تقول لو قالت كسر هالطوفه نكسر هالطوفه. سووا لي هني غرفه نسوي هالغرفه. ابي هالطلب يصير هالطلب. الان هذه متغيرات. شنو تاصيلها؟ احترام الوالده، تخالص سرور على قلبها، هذه الثوابت. لما يقعدون حولها ما يصير معها موبايلات، ما يصير معها واتساب وينشغلون، ما يصير يكلم والدته إيه ان شاء الله ما تامرين ان شاء الله حاضر كلام صحيح على امرك ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله الكلام حبيبتي لكن بس العلامات حبيبتي ما ندرى حبيبتي حق اللي بالتليفون ولا حبيبتي حق الام صحيح فالام ساكته بس مو هذا اللي تبيه فالمتغيرات ميزه الاسلام ان مساحه الاباحه المباح والحريه واسعه جدا وهذه تحملنا كمسلمين مسؤوليه الابداع والله العظيم احنا اكثر امه على وجه الارض نستطيع ان لان ليش لان الاسلام اعطانا دوائر محدده قال داخل هالدوائر ممنوع برا الدوائر سيحوا فما يصير الانسان يقول ها يعني شو اسوي تقول لا تروح حق الدوائر سيح في الارض يعمر استفي من التكنولوجيا ولذلك ايضا يعني شيء بالشيء يذكر المسلمين لما افتحوا كثير من البلدان ترى ما غيروا فيها يعني اسواق الاندلس ولا اسواق روسيا ولا اسواق الصين ولا اسواق الهند ما الاسلام ما دخل عليهم في عاداتهم وتقاليدهم اليوميه قال اذا في شيء خالف الشريعه الاسلاميه اللي هو الثوابت هذا نشيله اما الحياه اليوميه حق الناس ادبهم وثقافتهم وتراثهم حتى الوان ملابسهم على مر العصور الان يعني الاسلام الان في الهند ولا في الصين ولا في روسيا حول 14 قرن تقريبا يعني فتحوا في اوائل العهد بس حياتهم اليوميه ما تغيرت ولا في الاندلس ترى الاسلام ثمان قرون في الاندلس ثمان قرون حياه الاندلس مزارعهم والنوافير اضاف عليها لمسات بس بقى هناك فن معماري اندلسي اصيل استقر الى اليوم. اذا دكتور انت ترى ان الاصاله موجوده ولكن التعاطي معها يجب ان يصير في نوع من الانفتاح والاكثر وعي مع بقاء الاصاله. اي انا بقى احنا عندك ثوابت نعم روح استمتع بالدنيا نعم. وسوي لك اقتصاد وسوي لك مؤسسات وسوي يعني اليوم لما نتكلم عن اشكال الشركات التجاريه مثلا يعني الناس يقولون في ست انواع يعني اللي متعارف عليها الرئيسيه يعني ذات مسؤوليه محدوده ولا المساهمه الى اخره. الاسلام ما يقول لك لازم ست، قد يكون ثمان، قد يكون عشر، لكن ليش في ظلم؟ ليش في ربا؟ ليش في غبن؟ جهاله، هذه الاشياء اللي تخرب، اكل اموال الناس بالباطل. نوخر عن هذه المجال اوه احنا فعلا كمسلمين والله العظيم محملين مسؤوليه الابداع في هذه الحياه. جميل. دكتور نعود للقصه. هيثم يبيع طرابيش صاحبه حامد سمسم يأذيه وعنده يبيع العوامات هذه اللي هي الجيمات الحين ويأذيه دائما يروح لزوجته يشتكي لها سعاد وتقول له يعني انت لازلت عايش بالطرابيش زين متضايق من واحد من اصحابه عنده محل طرابيش سابق حوله الى العاب اطفال صحيح عنده واحد من اصحابه او العم ابو ابراهيم هو اللي خذاه الى مجلس علم و طرحت هناك قضايا عن الطربوش وغيرها صحيح. وبدأ يتحول وتطور. تعتقد أن مثلا حامد سمسم اللي استفزه موجود يعني موجود صحيح موجود في حياتنا لكن أنت وضعت الطرح العلمي اللي هو العم إبراهيم الحكيم اللي وداه المجلس واحتواه إلى صحيح. آخره يعني هل هذه يعني هذه موجوده في حياتنا؟ طبعا هي موجوده في حياتنا موجوده هي تقسيم البشر مو احنا عندنا في نظريات مثلا انماط الشخصيه نعم لما نتكلم عن هيثم الشخص اللي يتمسك بمتغيرات ويظنها ثوابت ولا يبي يغير ويضيق لا الماضينا اللي نعتز فيه وماضينا التليد والعريق الماضي ما هو ثوابت كله جزء الثوابت على العين والراس يعني احنا اليوم بالكويت ما يصير انا اليوم اقول ها انا بروح يلا يا جماعه الغوص مره ثانيه نعيش على الغوص مره ثانيه ليش لان هذا من الاباء وتراث لا ما تصير اليوم نادي البحري بالكويت يسوي رحلات الغوص بس عشان يذكرون الناس بس لو سالت نفس اللي في نادي البحري نفسهم او سالت كبار السن في الكويت بالكاد اللي بقى منهم غاص بالكاد يعني الغوص توقف خلاص في الاربعينيات تقريبا خلت توقف له ودك تروح تغوص مره ثانيه كمهنه لا اكيد يدخل اربع شهور دخله واحده وكم يوم وراها دخله ثانيه ويروح ما يدري يلقى راتب ولا ما يلقى ويهد زوجته وعياله ويمكن يعني الحياه كانت شديده
فما يصير هذا الهيثم في القصة متمسك الطربوش يقول لا أنا ما أتنازع عن الطربوش ولازم عنده محل يبيع طرابيش وقاعد يخسر. قال زوجته قال لا هذا عز الآباء والأجداد. قالت أول شيء الطربوش مو من تاريخ الإسلامي ولا من العربي أصله تركي وبعدين من النمسا حتى بي يعني فككوا هذه الفكرة اللي في البال يعني. اللي في البال يعني فأنت نعم. ليش مرتبط الرسول إيه. عليه الصلاة والسلام ما يلبس طربوش نعم. إذا تكلم عن عز الآباء والأجداد نعم. يعني الشيء الثاني قالت له خلاص الناس ما يبون طربوش غصب طربوش صح. قيد الثاني صاحب محلات الألعاب الأطفال اللي كان يبيع طرابيش لما لقى السوق يتغير واكب قال خلاص مو لازم طرابيش. هو هدفه إنه يتاجر، هو مو هدفه متحف يسوي طرابيش صحيح. هدفه يتاجر غير. فظل هذا حامد سمسم شخص مو قادر يستوعب إيه عنده طربوش قديم ما يستخدمه بطل الناس، فحط فيه نوع من القصدير يعني ورق خاص وبدأ ما يبيع السمسم بالصينية يحطها على على شكل منظر ما يقصد إهانة أحد إيه. هذا هيثم اللي متمسك بالمتغيرات وهي يظنها ثوابت نعم زعل قال هذا اللي تحصرني هذا اللي بيهين النماذج هذه موجودة اللي بيهين الأمة وهين ايه تراثها يكبر الموضوع وهين المجد العظيم ايه الذي طربوش ما يستخدم خلاص يبيع فيه سمسم يبيع فيه سائل يخلي شيء حق الأطفال يحط في ماء حق الطيور جميل ما يبي خلاص. دكتور يعني حديثنا جميل عن لكن بعد هذا الفاصل أنا بعرف قضيتك مع دخولك وكتابك في كتابة القصة أيضا إن شاء الله في المؤلفات. أعزائي المشاهدين فاصل وأنا واصل. عدنا أعزائي المشاهدين مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، عدنا والعود أحمد مع دكتورنا أيوب الأيوب، حياك الله. يا هلا فيك دكتور، خوش ابتسامة. بسم الله ما شاء الله لغوة لا بالله يرضى عليك. أنا خارج الطربوش. دكتور يعني تكلمنا عن قضية الشخصيات الموجودة والزوجة أيضا اللي قاعد تحتوي زوجها وتحاول أنها سعاد أنها تقول له يعني أنت ترى بس تتلطف معه وإلى آخره. كتابتك دكتور مؤلفاتك يعني أنا أذكر لك مؤلفات كثيرة قد تكون شبه علمية بحثية تجمع فيها معاني معينة. أنا لاحظتك أيضا بدأت تتجه إلى الكتابة التدريبية أو تدريب ومزجة مع القصص صحيح والكتابة الأدبية صحيح. شو الموضوع؟ انزل شو الموضوع؟ أول شيء أنا في الأصل لاني روائي ولاني أديب، يعني أنا أول لا درستها دراسة نعم. والصراحة أيضا أنا ما أقرأ روايات يعني كثيرة أقرأ كتب في التاريخ، طبعا كتب أكيد الإسلامية أكثر القانون بس أنا طبيعتي أحب أروي قصص لكن ما أكتب قصص وأخذتها من والدي الله يرحمه، كان يعني نشأت فيه وجزاه الله خير نقل اللي عرفه بطريقته إيه طريقته هم أدباء بالفطرة بالضبط أول في سردهم وطريقتهم وأول كان ما في تلفزيون ولا في وسائل فكان وايد سواء كان الكويت حاضرة أو بادية القصة هي المجال صحيح. لتعليم الحكم ويمضون الوقت عاد القصة تدري فيها من معاني مرات قصص شوي خيالية خرافية لكن القصة هي أحد أساليب نقل المعرفة اللي يتوارثون فيها صح الثروة المعلوماتية لأي قبيلة تتناقل عن طريق أغلبها رواية قصص أغلبها فالناس بخاد أنت تقص علينا قصص ومرات لما تجيب ليش ما تبدي تكتب فبديت فعلا بديت يعني خلال كلام الناس إيه توجهني قال بخالد يعني نحب قصصك بس احنا نسمع وثق بالضبط وأنا طبيعة حياتي اليومية يغلب عليها التنمية البشرية مثل ما تفضلت نعم. يعني تدريب نعم. استشارات يعني هذه الحياة إرشاد بس ما أقدر أكتب قصة مجردة يعني هكذا يعني فقط للأدب ما أملك حتى يعني لأن الأصل أنا فمزجتها مع إيه فأخذت حياتي اليومية فوصلت مثال خارج الطربوش قاعد تتكلم عن محاور رئيسية الأولى أهمية الحوار في الأسرة وأنا أدرب في الحوار أصلا فلما جيت أكتبها من حيث المادة من حيث يعني المعنى ما كان عندي مشكلة نهائيا والفضل لله سبحانه وتعالى لأن حياتي اليومية جميل. الآن المشكلة اللي واجهتني من حيث المبنى ما أعرف الحبكة إيه لما نعم رح نعم. رحت استشرت رحت نعم. المعهد العالي في فنون المسرحية نعم. قابلت أدباء رحت كلية التربية قعدت مع ناس في اللغة العربية لأني ما أعرف أصولها نعم. ما بيصير يعني أديب 100% بس تبي تفهم الكتاب يعني منضبط يعني بالضبط على الأقل يعني أتفادى عطون نعم. الأشياء هم طبعا قال لازم في شيء يسمونه الحبكة وشيء يسمونه العقدة نعم. اللي أنا صراحة لا أعرف حبكة ولا عقدة قلت تدري عقب ما استشرت
كتبت وعرضتها بعدين على 25 شخص يقرونها حتى يصلحوا لي الأشياء الرئيسية طبعاً. جميل. فهي بدايتها ما كان عندي في القصص يعني الست روايات أو الخمس اللي أنا صدرتهم بفضل الله ما عندي مشكلة في المادة. هو كان كل يعني مؤلفاتك بنفس الطريقة. كلها تمشي. إيه؟ لا طبعاً عندي شيء قانوني فنوخ القانون. لا لا أقصد القصص. قصص كلها بنفس الشيء. تمشي بنفس النظام. مادة علمية عندي جاهزة يعني أقصد عندي رسالة مثال خارج طربوش أبي الإبداع إن إحنا ما نتمسك بالمتغيرات. ونحولها لثوابت قال ليش نقيد أنفسنا أصلا جميل. منها موضوع لغة الحوار منها إيصال بعض المفاهيم في الصالون الفكري لما نعم راح حق نعم. حق الأديب اللي في يعني القصة لما ذهبوا له إنه يبي يعلمهم بعض المعاني الشرعية بس بهذا الأسلوب طبعا جميل. فيها شوية مراح قصة واحدة اللي أنا طلعت من هذا الإطار أيضا استجابة لبعض ربعي قالوا لي بخالد كتبت رواية كلهم فيه مادة يعني فيه مادة علمية يعني يعني ما هو خفايف يعني خارج طربوش فيها فكر يعني طلبوا منك تخفف يعني قال خالد سوي لنا واحدة على انت الحين تستخدم المرح فكتبت قصة سلوم الصبي اللي هو يسوي شقاوة في البيت واللي لما شهادته ما وايضا الرسالة الغير مباشرة ترى توصل بشكل كبير في طبعا سلوم 70% مرح 30% جد توصل بقوة لكن كل اغلب اصحابي واللي قالوا سلوم في اخر قصة بكوا أغلبهم بكوا لأن بالأخير الأب العصبي اللي يأخذ رأس ولده ويضربه في الجدار وهي قصة حقيقية طبعا الجزء هذا حقيقي أنا بس فقط حولته إلى قصة وقدام مستشفى مبارك وقال الطبيب يقول حق الولد اللي هو 14 سنة من ضربك يا ابني قال لأصحابي بالشارع ضربوني مع أن أبوه ما يبي يقول أبوه يقول لي صديقي لما قال له بكيت الله. أنا طبعا أخذت عاد قبلها مقدمة وشلون الأب يستعجل طبعا في خفة الدم اللي هو أو مرح لما سلوم عرف أن والده راح يضربه لأن شهادته سيئة يعني هو راسب تقول له والدته هانسة شلون درجات يقول لها يما الحمد لله أنا ناجح في 3 مواد يعني راسب المواد وبعدين حط حبة منوم حق جد حق والده عشان ما يضربه الوالد بر الوالدين وحد أمه وكأنها الرسالة أن ترى أحيانا الضرب هذا ما يعالج ولكن يجعل الطرف الآخر أكثر مكران أو يحاول أن يتحاول عليه يتفاداه لأن في في جزء من التربية سواء كان ضرب ولا 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 عنف شديد هذا جميل. انتقام مو تربية يعني لما يأخذ رأس ولده ويضربه في الجدار هذا مو تربية جميل. هذا انتقام المفروض هذا اللي بيروح يتعالج في المستشفى لأن في عنف مو طبيعي حلو دكتور إحنا نأخذ يعني فنجالك الثقافي زين ناخذ يعني 1 2 3 انا راح اقول لك بعض الامور انت تعطيها تقييم بعدين ندردش عنها بشكل سريع يعني ان شاء الله التدريب كم تعطيه في الكويت في الكويت خفيف متوسط ثقيل لا في الكويت اعطيه ثقيل لا ثقيل 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 بالنسبه للكتاب المحتوى اللي هي قصتنا اليوم طربوش نعم زي. كم تعطيه اعطيها 2 وصل. بالنسبة لردود الأفعال ردود الأفعال 3 3 جميل ناخذ التدريب أعطيته ثقيل احنا في الكويت تحس انه يعني التدريب عنده وصل لدرجة نسميه ثقيل اي لا وصل الكويت على مستوى دول الخليج وعلى مستوى العالم العربي الكويت تدريب فيها قديم هي فعلا هي رائدة رائدة الكويت والسبب أنا دائما يسألوني ليش الكويتيين تميزوا في التدريب ما في مساحة الحرية في الكويت واسعة صح في أي مجتمع توسع مساحة الحرية كل شيء ينتعش فكر أدب مسرحيات رياضة أنت من توسع الدائرة في أي مجتمع يعني ما له علاقة بالكويتيين ككويتيين نعم لا شوف مثل بيروت لبنان الآن فيها مساحة حرية خاصة في الأول بعد كانت أوسع ينتعش فيها الأدب الملابس المطاعم الديكور كل شيء ينتعش فيها فالكويت هذا الشيء القدم الحركة 2 الدولة صراحة صرفت ميزانية يعني محترمة على موجود على موضوع التدريب شيء ثالث الكويتيين طلعوا بعثات من زمان يعني الكويتيين أول في آخر 50s بعثات إلى نيويورك إلى أمريكا أتكلم في آخر 50s يعني نعم. خلي اللي هني بغداد والقاهرة ولا يعني هذا خل مو بس العالم العربي الأمر أيضا أن الكويتيين طبيعتهم زيد عنصر المغامرة عندهم الإبداع يعني شوف اليوم الكويتيين من أول ما يروح سياحة إلى كوريا أول ما يروح سياحة إلى المالديف أول ما يروح سياحة أتكلم على مستوى دول الخليج على وجه الخصوص يعني فها وبعدين الكويت مجتمع مساحة رقعة جغرافية محدودة عدد سكان محدود فالتبادل المعرفي وايد سهل لأن تيجي حق مجموعة كبيرة صغيرة محدودة التبادل المعرفي يصير إضافة لها لما بدأ التدريب مع الإعلام
اليوم احنا وصلنا مرحله بعد ما ريح شوي التدريب واخذ الدورات وديوان الخدمه المدنيه ما قصروا والهيئه العامه للتعليم التطبيق والتدريب عندهم هيئه اداره خاصه للموضوع. طبعا طبيعي الان بدوا يكثرون اللي ينزلون لان كل واحد وده يصير مدرب وده يصير مدرب. نعم مو سيء لان السوق بالاخير راح يفرز هذا شيء. هذا نفسه في مهنه المحامين الاطباء المهندسين ما يفرق اي مهنه يصير عليها دخلاء يصير ناس يسيئون لها بعد فتره السوق يفرزهم. ناخذ ثلاثه ردود الافعال للكتاب دكتور تحس انه في ردود افعال الكتاب اللي قرا الكتاب الكتاب مثل ما قلت انا هو يعتبر يعني في فكر مو مثل سلوم سندويش خفيف يعني لا اللي يقرا لازم اذا قرا الكتاب بعنايه راح يوجد للكتاب شيء من التاثير في افكاره. فردود الفعل اللي جت قالت خلتنا نراجع نفسنا. اثنين بدا كل قارئ يصنف نفسه هل انا يا ترى هيثم يا ترى حامد سمسم هل انا. وهذا من جمال القصه انك ترى نفسك بالضبط. في اي مكان واضافه لها قام يقيس ويصنف الاخرين يعني مثلا بعض الاشخاص يقول والله ابو خالد وجدت للاسف وجدت نفسي ان انا هيثم وزوجتي فعلا سعاد صابره علي يوم تحملتني وحاولت تغيير والله فلذلك قلت انا كنت انا اصنفه في رايي انا هو وسط بس ردود افعال الناس تقول لا ثلاثه. عجيب دكتور هذه ردود الافعال المحتوى انت اعطيت اثنين انا اعطيت اثنين لو عدد في بدايه أزيدك. في بدايه الكتاب كتبت انا لست روائيا او كتبت صحيح. نفس الكلام اللي ذكرته صحيح. وهذا يعني جميل يعني انت قامه يعني في النهايه احنا نتعلم منك دكتور عفوا الله يطول عمرك وذكرت هذا في البدايه وانا مستمتع في الكتاب اصلا يعني قرات انت حل راجعه لا لا يعني احنا تلاميذك الله عفوا الله ويمكن هذا الجانب اللي ذكرته في البدايه هو اللي خلاك تقول انت رقم اثنين مع ان المحتوى جميل و صاحب الكتاب لو عارف المقوله المشهوره من زمان لو ما في واحد كتب كتاب ورجع له الفتره وقال الا يا ليتني خليت هذا مكان هذا ويا ليتني قلت هذا ويا ليتني قلت هذا يعني انت في بالك انك تعدل القصه ولا خلاص ما راح اعدل القصه انا في بالي الان عندي قصص ثانيه ودي اكملها. جميل طبعا انا سمعت عن كتاب بس ما ادري هو صدر ولا لا اللي هو الطرائف في الطيارات في الاخراج في المطبع خالص للحين خالص في قصص انا يعني جميله جدا من الان نعتبرها دعايه لا لا هو خالص بس هذا كتاب من نوع ثاني فصح في قصص لكن هذا يعني مواقف مواقف طريفه طريفه صارت حقيقيه يعني فيها طرفه وفيها عبره. نعم دكتور احنا عندنا نقد لبعض الشخصيات في القصة أو شيء داخل القصة لكن إحنا راح نأخذ مو كلها اثنين وأنت تختار درجتها زي. عندك من واحد إلى ثلاثة طيب اختار لنا فنجالين بدون ما قبل الموضوع اختار شيء إيه اختار رقم اثنين اثنين هيثم في الشخصية عندنا انفعالات زايدة تشعر أن هذه أنت يعني خدمت القصة أن انفعالاتها زايدة اي طبعا انا بوجهة نظري تعمدت ان الروايه وانت تكتبها في شيء اشياء في ذهنك بس في شيء تدري روايه يعني شيء منها يدخل في الخيال وخاصه ان انا ودي اوصل جزء من موضوع الحوار والانصات وعدم المقاطعه وان ما يكون عصبي فاحيانا اخليه ينفعل زياده عاد يبقى اخليه زدت شويه ولا ما زدت بس لا انا كنت قاصد انه انه يطلع بهذه الصوره انه يطلع بهالصوره قاعد والدليل انه في شخص قال لك انا اكتشفت اني انا هيثم اي لا طبعا طبعا إيه لا ما في شك فعلا ما في شك لان المشاعر اذا اعطيتها تروح يعني ما يعني هذا ما في شك اللي يقرا القصه وهو يقرا على طول راح يقول انا هذا انا لا انا متزن انا الشخص هذاك المتزن شخص يقول لا والله فعلا كان عندي يعني موضوع ان هذا صاحب المحل الالعاب الاطفال اللي بطل من الطرابيش وهذا مو ترى خيال علمي لا شركة نوكيا اللي في فنلندا الشركة الكبيرة إيه نعم الناس راح يقول لا نوكيا راحت نوكيا الجزء المتعلق في الموبايلات هو اللي باعوه بدأ يواكب يعني. باعوه بس نوكيا أكثر من 95% من شغلها ما لها علاقة بهذا لها علاقة بالأبراج أبراج التواصل شبكات التواصل نوكيا شركة ضخمة الشاهد نوكيا الأصل فيها شركة تبيع عزكم الله أحذية يلبسونها صيادين السمك يدخلون فيها في الماء لما شافت التغيير في الدنيا تحولت تحول جذري من هذه الأحذية إلى تكنولوجيا جميل يعني هذا نفس فكرة اللي يبيع من طربوش ما يبون طرابيش الناس جميل نختم دكتور مع هذا الفنجال الأخير في القصة ما تختار اختار ثمانية دكتور في القصة ربط بين ما يعني هو مش نقد احنا حاشا
لا احنا نتعلم منك حلو. لكن احنا من هذا الجانب نحرك شوي في القصة فيها يعني كلام عن الماضي. بتقول يعني وفي القصة بتقول شيء الله يستر. لا يعني لا, لا خفيف خفيف يعني في شيء الله يستر يا ابو ناصر. الحقيقة بين بين الماضي والحاضر يعني المعاني المطروحة هي تنمية بشرية حاضرة والبيئة الموجودة هي قديمة جدا. اي صحيح, لانك انت البيئه قديمه. طبعا انا افترضت, انا ما رحت الشام صراحه بحياتي, ما رحت يعني الشام. ولو بدايه القصه على اساس ان احنا نبي نجيب الطربوش لان اغلب شيء ما يلبس في الكويت. نعم. وفي مقهى والصالون الادبي اغلب المعاني سميتها منطقه الطربوش او بالضبط القريه الطربوشيه او القريه الطربوشيه. فحرصت وبعدين العيني في وانا اكتب القصه ما كانت عيني على الكويت, انا قصه كتبتها للعالم العربي. للعام الطربوش يعرفونه في المغرب تماما, في تونس يعرفونه. نعم. لا زال في محل كما ذكرت بالضبط. فانا تعمدت ان اخلي رمز ماضي بس الطرح حاضر على طول, وهذا في الخيال مستساغ كله جدا يعني جداً. مو بعيد وايد عن الحقيقة. أنا سعيد جدا في هذا اللقاء وللأسف إن 20 دقيقة ما تكفي بحوار معك دكتور. حسيت فيهم كانوا 3 ساعات. أسعدك الله دكتور خالد, دكتورنا دكتور أيوب أيوب, وأنتم أعزائنا المشاهدين شكرا لكم. مع الفقرة القادمة أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في فقرة صندوق الكتب. اخترنا لكم اليوم كتاب مميز وبدأنا في السيرة النبوية, سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية, هذه دراسة توثيقية تحليلية ألفها أستاذ دكتور مهدي رزق الله أحمد, هو يعني من السودان. ألف الكتاب في 900 صفحة تقريبا, اعتمد في تأليفه على الروايات الصحيحة والمحققة والثابتة, وأخذها من الكتب التراث الأصلية المعتمدة, وجمع ما تناثر من كتب سواء كانت الفقه ولا المغازي ولا السير ولا التفسير, كل ما كان من متناثرا جمعها في مكان واحد. الجميل في هذا الكتاب أنه الآن يترجم أو ترجم بالترجمة الإنجليزية, سيترجم للترجمة للغة الأسبانية والفرنسية لاحقا. هذا الكتاب تلقفه يعني المتابعين أو القراء تلقف جميل, وهي الطبعة الثالثة الآن. هذا دليل على أن هناك اهتمام كبير في السيرة النبوية, سيرة النبي عليه الصلاة والسلام, وأنه أخذ كثير من الروايات المشهورة التي اشتهرت بين الناس, مثل حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام, يعني أطفئت نار المجوس إلى آخره, وحققها وأثبت ما أثبت من هذه الروايات ونفى ما يعني ينتفي من هذه الروايات. كتاب جميل وقيم يستحق أن نقرأه. شكرا بارك الله فيك. وصلنا وإياكم إلى فقرة الفاتورة الثقافية, وهي معلومة ثقافية. اليوم إحنا في اللغة وبعض المعاني في اللغة. الثعالبي عنده كتاب اسمه فقه اللغة, يتكلم عن بعض الكلمات ومعانيها. فشدة الهدم يسمى الهد, وشدة الوجع الوصب, وشدة الحزن البث إنما أشكو بثي وحزني إلى الله, وشدة الجزع الهلع, وشدة التعب النصب, وشدة الندم الحسرة. نسأل الله أن لا نتحسر نحن وإياكم إن شاء الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.